عرضنا كذلك من خلال هذه المبادرات أن نتوجه إلى الفصائل الفاعلة الأساسية الديمقراطية والتقدمية في المجتمع المغربي من أجل إحداث رجة أساسية توجد بلادنا اليوم في أمس الحاجة إليها. وبالطبع لن أطيل كثيرا فيما سأعرضه عليكم على سبيل النقاش التبادل وفتح واستكشاف آفاق للتنسيق للتعاون في ما بيننا ومع ربما أطراف أخرى مجتمعية سياسية أو فاعلة في حقول مختلفة من المجتمع. هدفنا في ذلك كما قلت هو أن نحدد تلك الرجة الأساسية التي توجد البلاد في أمس الحاجة إليها. نحن بحاجة أن نقول بدون خوف بأننا ضد التطبيع، وإننا يعني نتنفس نفس فلسطيني. نحن مع القضية الفلسطينية وحقوقها الشاملة من أجل استكمال يعني حقوقها التاريخية وبناء دولتها المستقلة ورجوع اللاجئين وتحرير الأسرى. ولهذا نقول نحن ضد التطبيع، لأن التطبيع لن ننال من ورائه إلا الخيبات، لأن هناك دول طبعت قبلنا يعني شفناهم غادي من سيئين إلى أسوأ.